يلا بسرعة عشان محدش يشوفنا. بس انت وهو سيب الولد. مين ده؟ ما تخافش يا حبيبي، انت دلوقتي في امان. شفت بقى يا عصام، انا لبست لبس باتمان وعملت بقى نفسي فيها بطل ورحت داخل ضرب الناس الاشرار دول وانقذت الطفل الصغير ده. برافو عليك يا عمر، برافو عليك. دلوقتي لازم نوديه لمامته عشان زمانها قلقان عليه جدا. ما تخافيش يا طنط، كان في ناس اشرار بيحاولوا يخطفوه واحنا انقذناه الحمد لله، خلي بالك منه بقى. انا متشكرة قوي يا ولاد، ربنا يخليك، وانا متشكرة جدا. عمر انت اثبت لي انك صاحب ما يتعوضش، انا عمري ما فرط فيك ابدا يا صاحبي. حبيبي يا عصام، وانا كمان عمري ما فرط فيك ابدا يا صاحبي. يلا بقى نروح عشان ماما زمانها قلقانة جدا. انا جيت يا ماما، انت فين؟ عمر يا حبيبي انا في المطبخ. ماما انا عملت النهارده حاجه جميله قوي، ضربت الناس الاشرار وعملت فيها باتمان ولبست اللبس اللي كان معايا وانقذت الطفل. معقول؟ معقول يا عمر تعمل كل ده؟ برافو عليك يا حبيبي. تعالى يا حبيبي اقعد كده واهدى وكلمني. انا افتكرت كلامك يا ماما وانت بتقولي لي انك ممكن تعمل زي باتمان، وعملت زي ما انت قلت لي بالظبط، والناس خافوا مني الاشرار وسابوا الطفل وانقذته واديته لمامته. برافو عليك يا حبيبي، ودورك ما انتهاش لسه على فكرة، انت لسه بطل والبطل قدامه حاجات كتير وحكايات كتير جدا جدا، كل ما تلاقي حد في أزمة وتقدر تساعده ساعده على طول من غير تفكير. ماشي يا عمر؟ ماشي يا ماما، كلامك كله تمام.